كازابلانكا من الدار المدينه القديمه من الدار البيضاء من الحي الشعبي، وكنعيش واحد الازمه كنعيش مع هاد الناس هادو. انا دوزت بزاف ديال الحبس وعانيت بزاف وعندي مشاكل، ودابا راه بغيت نحكيهم لكم ونعاود لكم الصراحه داكشي اللي كاين. انا فاش تلاقيت مع هاد السيده هادي مت وليداتي، راه تلاقيت معها باش مع وليدات، ما كناش عارفش الدنيا فحال هكا، وهادي ما كنتش خدام، ما عندي الصنعه، ما عندي هادي، ما عندي هادي. كنمشي للبلديه طلبت منهم خدمه ما بغاوش، ملي ولات البنيه الاولى وهداك الشيء ما بقيتش الناس ما بغاش خدمني. علاش؟ بقاش كيقول لك انت مدوز الحبس ومدوز هادي ومدوز هادي، ومشيت وتكلفت وهادي والو، كنعيش مع هاد الناس هادو. ومني كنشوف انا الوليدات انت كي كتشوفي ما كيسمعوا ليا ما كيهضروا ليا ما والو، وانا انتم كتشوفوا الحاله ديالي كما انتم جيتوا شفتوا، يعني راه ما خدام ما ردام. حتى الوليدات بعض المرات راه ما كيلقاوش حتى باش يتعشاو، حتى العشاء والله ما كيلقاو باش يتعشاو، يعني راه ما كاينش شي حاجه نخبي عليكم. يعني حتى العيد الله ما بقيتش كنفكر فيه. دابا مشيت حتى الرامي، حتى ابسط حاجه في الحقوق ديال الانسان حتى من الرامي حتى هي باقي ما خرجوهاش ليا. السبيطار ما كنديش ولادي ليه، يا كتمشي للسبيطار كيقول لك خلص انا ما عنديش، انا حتى انا ما عنديش، انا هذه المرسه اللي كنت خدام فيها هي جمعوها حيدوها الدواء الهرويين. يعني انا باش انا عايش بهادشي ديال بيع الحشيش بيع الحشيش، انا ما بقيتش باغي نبيع الحشيش وما بقيتش باغي نمشي للحبس. واش انا نعيش 6 شهور و20 عام نمشي للحبس، نضرب عامين 3 سنين عامين 3 سنين وغنبقى كنجي كنلقى ولادي كبروا، كنلقى ولادي ما بقيتش نشوفهم، ما بقيتهم كبروا، انا ما بقيتش عارف واش غادي ندير. انا يا واحد ما حتى ولادي ما بقيتش عارف واش غادي ندير لهم، ما عارفش بقيتش عارف فين نصد راسي. انا هاد الوليدات انا راه كنطلب من الله، ومن هاد الوليدات انا راه بغيت انا هاد الوليدات هي يداووا ليا غير يقراو، حتى هما فحال الوليدات الاخرين يعني كعاديين. انا حتى وليداتي حتى انا بغيتهم يسمعوا بغيتهم يهضروا بغيتهم غير يعيشوا فحالهم فحال وليدات الاطفال الصغار، بغيتهم غير يقراو. انا والله ما بقيت كنفكر لا في عيد لا في حتى شي حاجه، ما حتى الدنيا حتى هي ظلمت ليا في عينيا ما نكذبش عليك. انت حتى من الدراري الصغار كما كتشوف فيهم راه والو، راه ما كاينش شي حاجه اللي غادا شي حاجه اللي غادي تهزنا ما كايناش. انا دابا راه والو، انا ما بقيتش نعرف دخت والله ما بقيتش نعرف حتى شي حاجه، ما بقيتش عرفتها. هاد الناس هادو راه انا كنطلب من الله وكنطلب من المشكل ديال الوليدات، هما ما كيهضروا ليا ما كيسمعوا ليا ما والو، ما كيهضروا ما كيسمعوا. وحتى في المدرسه ديال السيد الدري الصغيره كنديها ديال الصمول بكم كيطلبوا ليا الفلوس، انا هاد الجمعيات ما عنديش، انا الحاله الماديه لا والو ما عندي. يكون عندي انا ما كرهتش وليداتي نخلص عليهم ما عرفتش شنو ونقريهم ما كرهتش، ولكن انتم كي كتشوفوا انا راه والو والله ما مخبي حتى شي حاجه اللي ما مخبي. قلت لك حتى العيد والله ما كنفكر فيه، ما كنشوف فيه، ما باغيش العيد. انا بغيت وليداتي يقراو ليا ويداووا ليا هادشي اللي باغي، ما باغي والو. انا حتى انا وحق الله حتى انا راه وقفت انا حتى من المدام عندي انا حتى هي راه والو ما خدامه ما والو، هي بغات تخدم، ما كاينش اللي غايشد هاد الوليدات هادو. انا باغي نخدم، انا دابا ملي كنمشي ندفع في الخدمه كيقول لي جي في حسن السيره والسلوك. انت حسن السيره والسلوك، انا ما نخدمش على ولادي، اذا انا نموت. انا هذه السيده لقاتني في الزنقه، انا ولادي ناسي، انا ولادي لقاتني في الزنقه، هي هزاتني عطاتني هذا البيت هذا، هي دابا ولات كطالب بيا، هي كتقول لك خوي عليا محال، صبرات عليا راه ضربت معها واحد 6 شهور ولا عام، هي قالت لك خوي عليا محال، هي حتى هي ما بقاتش بغات تسكنك. انا فين ندير هاد الولاد هادو يشلوحهم من الزنقه؟ غنخرج للزنقه انا وهاد الوليدات نبركو في الزنقه انا وياهم. انت كتشوفي اربعه الوليدات ما عنديش كي غادي ندير لهم الحاله الماديه، الله يحسن العوان. لا عائله والو، لا اب لا ام لا المراه لا انا لا والو، حتى هي مقطوعه من الشجره وانا مقطوع من الشجره، هي ما عندها لا بوها لا امها، وانا ما عندي امي وبا ماتوا. وحتى من هاد الوليدات هادو راه ما عرفتش ما ندير لهم. انا راه ما نكذبش عليك، هاد الوليدات انا ما كرهتش تكون شي خيريه لقيتهم، ما كرهتش تكون نحطهم فيها، ما علاش ما قديتش الجهد ديالي ما قديتش باش نديهم نبيعهم. الطبيب حتى هو قال لك انا دار طلب لي هذه في زرع، طلب لي زرع القوقعة في الدريه هذه، هادو راه باقي ما دارش هذه يلاه، باقي حتى التحاليل ديالو باقي ما درتهمش ليه، يلاه درت لي اول تحليله باش ما كيسمع ما كيهضر، باقي حتى التحاليل. الدري الصغير هو محمد امين حتى هو والو، ما عرفوش واش كيهضر ولا كيسمع ولا ما كيهضر، حقاش ما عنديش باش ندير لهم حتى ابسط تحليله باش نعرفهم واش كيهضروا او كيسمع. هذا ما عنديش، هذه داير لا تحاليل، هذا درت لي تحاليل، هذا محمد امين يلاه عنده 3 شهور دابا، ما عنديش حتى باش ندير لي تحليله. انا والله حتى ولادي لا البارح لا باتوا بلاش، والله ما تعشى حتى من ولادي. قلت لك تم بعض المرات ترى بعض المرات تيفطروا و تي بلاصه الغداء كيتعشاو فيه. كي غادي ندير انا لهاد الدراري؟ قولي لي دابا انت هاد السيده تلاجات وقالت لك خرج ليا من المحالي، فين غنلوح هاد الوليدات هاد؟ واش نمشي نهرب عليهم؟ ما عطاتنيش خاطر، انا عطاتني نهرب على وليداتي ما عطاتنيش خاطر، ما كرهتش، ما دابا وليت كنشوف انا في وليداتي، انا ما باقي بغيت والو. انا بقيت تنطلب من هاد الحياه الدنيا، بقيت تنطلب منها والو، بغيت انا هاد الوليدات يعيشوا ويقراوا ويداووا ليا، وتنطلب من الله ومن جلاله الملك محمد السادس يشوف من حالنا. وانت راه كتشوف هاد الوليدات هادو راه ما عادش
هادشي هادي راه امين هادو محمد ما كيسمعوا ليا ما كيهضروا ليا حتى المواصله ديال السعدات الصغيور هذا ما بقيتش نعرفو قبيح ما تتعرفو حتى شي يقول لك انا دابا بعض المرات كيمشي شي حاجه كيبغى الطواليط ولا هادي ما نعرفش كيفاش يقولها لك هو ما كتفهموش انا مفردع ما كنعرفوش حتى واش كيبغي فيه الجوع واش يبغي ياكل ولا لا كنطلب من الله ومن جلاله الملك ومن المحسنين يشوفوا لي من حاله الوليدات وشوفوا من حالي وانا كان الله يرحم لكم الوالدين واللي كنشوف غير هاد الوليدات انا ما باغي والو انتما كي كتشوفوا الدري الصغير انا ما كنعرفش حتى نهضر معاه ما كنعرفش نتفاهم معاه ما بقيتش عارف الشيء كيفاش غادي ندير لهم والله ما بقيتش عارف اختي حتى كيفاش غادي ندير لهم